اهلا بكم مره اخرى مشاهدي الكرام. سعد سفير تريد ان ترد الكثير من يعني هجوم، انا اريدك ان تدافع في واقع الامر، يعني بعدين السفراء العرب بيزعلوا علينا كثير، تفضل. لا حقيقة مثل ما وضحت في البداية شيء متوقع أن تثار هذه الضجة على السفراء العرب، ولكن أن نصل إلى هناك اتهامات محددة حدود معينة، نقول أنه السفارات العربية هي عبارة عن أوكار للأمن بنسبة 60% 70% أو 70%. أنا في اعتقادي أن هذا شيء مبالغ فيه. أولاً أنا في اعتقادي أن السفير الذي يحترم نفسه لا توجد له أي صلة أمنية، لأنه ليس المسؤول عن هذا القضايا. ولا أعتقد أن السفير العربي الجيد مرتبط بأجهزة الأمن في هذا البلد أو ذاك. لماذا؟ لأنه كما هو معروف في كل السفارات الغربية أو العربية هناك رجل أمن في كل السفارات ينتمي مباشرة إلى جهاز الأمن في بلده، وأحيانا يختلف مع السفير وهو يكون السفير الأصلي في الواقع. الشيء الآخر أنه حتى الدول الغربية، لماذا نتحدث عن الدول العربية فقط؟ لا توجد سفارة لدولة غربية في العالم العربي وفي العالم الأوروبي إلا وفيها رجل أمن. إذن هذه قضية محسوب فيها. ولكن السفير أن يكون مخبر، أعتقد هذا شيء مشين في حق العمل الدبلوماسي العربي، ولا أعتقد أن فيه سفير محترف، وأنا أركز على السفير المحترف ان يقول بهذا العمل. بدي جواب محدد على هذا. جواب محدد. انت عندما تذكر ان الضباط الامنيين في الدول الغربيه وهنا هو الذي يرأس، كله تحت السفير وكل تحت الجهاز الدبلوماسي الذي يمثل السفير، وليس العكس. لدينا العكس تماما، ان ضابط المخابرات هو الذي يدير السفير، الا استثناءات قليله. انا اقول لك استثناءات قليله. حدثت واقع امامي في 94 في الجزائر 93. كي لا يكون السؤال كله على الجزائر. لا مش على الجزائر، لكن انت تعطي، لانك هنا قضية عامة، فلازم أن تعطي امثله خاصه حتى لا يكون هناك تجني على بعض الجهات الاخرى. يعني الضابط الامن يكتب تقرير بالسفير، السفير بيندهلي تقول لي شايف، والله لو معنا امه لكتب بها التقرير، شايف، لانه بعث له نسخه بعدين اصدقائه. الكارثه هو عندما تتحول، انا معاك، يعني كون ضابط المخابرات موجود في السفاره والملحق العسكري، يعني السفارات الغربية كلها فيها ملحقون أمنيون وعسكريون، لماذا نحن فقط نركز على السفارة العربية؟ السفارات العربية من حقها الملحق العسكري الغربي يتجسس أو قل بين قوسين يبحث عن المعلومات لصالح بلده وليس العكس. الضابط المخابرات الغربي يحمي مصالح بلده في تلك البلد وليس يعادي المواطنين ويضربون حتى بعض المواطنين داخل بعض القصور. بدنا نجي على معاملة المواطن. فالضابط الأمن الغربي والعربي المقلوبة الصورة، العربي قال لك أنه ليس هناك سفراء يحترمون أنفسهم، يعني مرتبطون أمنيا، وهذا كلام يعني حرام نظلم الناس. لا، ما هو لو كانوا يحترمون أغلب السفراء، لو كانوا يحترمون أنفسهم لانسحبوا. طب أنت تريد مثاليا، يعني هذا خلينا بعد عن المثاليات الكبيرة. ليس مثاليا كبيرا يا دكتور فيصل، هذه هي المشكلة. لابد أن يكون هناك مبادئ وأخلاق للعمل. طيب خلينا بالموضوع الأمني. الموضوع الأمني. الضباط الأمن داخل السفارات العربية في أي مكان، هي أولا هل هم 60% أو 70% كما قال تفوق في، بس بالنسبة لبعض الدول تفوق. هي ليست متساوية كل الدول العربية، لكن بالنسبة لبعض الدول العربية هم 100%، هم كل شيء. يعني السفير هو خادم آخر لديهم، يعني لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لأنه يعرف أنه لو تدخل، لأنه أصلا نظام أمني وعسكري ومخابراتي، لو تدخل سيرسل في الطائرة القادمة. الأمنيون داخل السفارات العربية هي اضطهاد الرعاية، اضطهاد المعارضين، محاربة الصحفيين. طيب بس بدي أسألك سؤال، أنت قلت لي قبل أن ندخل، أريد أن أستوضح منك هذا الموضوع، يعني لم أفهمه. تحدثت عن أجهزة أمن الزبالة في السفارات العربية، ماذا كنت تقصد؟ يعني هذا كلام ما فهمته. سفارات عربية هنا من المغرب العربي، وإذا شئت سأذكر لك الأسماء. خلينا بشكل عام. تقوم ب كانت خاصة من بين 93 إلى 97، كانت تذهب إلى مزابل المعارضين. مزابل يعني الفضلات اللي والله الفضلات اللي بترمى. أيوة. يأخذها المفروض البلدية بتجي تأخذها بالليل. كانوا يذهبون قبل البلدية فيأخذون المزابل لعلهم يجدون ورقة أو كتابة أو أوراق، لغاية ما وصلت أخبار فيما بعد، واضطر الأمن البريطانيين أن يلفت انتباههم إلى أن هذا عمل ما وجدوش وصف. لازم يدفعوا له ما وجدوش وصف. قال لكن في آخر المطاف أن هذا معارض لمهمتهم. سفراء
القناصلة القناصلة الآن هم أمنيون. كل القناصلة في غالب الأحوال بالنسبة لبعض الدول خاصة ما يسمى بالجمهوريات بين قوسين هم ضباط أمن من الداخل، ليس لهم علاقة بالعمل الدبلوماسي، هم ضباط شرطة في الأصل، وهم ناس كانوا يعذبون الناس في السجون وفي المعتقلات ثم يرسلون إلى عواصم الغرب، طبعا لنوع من الارتياح ولنوع من أخذ نفس لأنه هو سيعود للوظيفة الأصلية. شوية دولارات في نفس الوقت وشوية هدايا للمسؤول وللجنرال واستقبال أولاد الجنرال ونسائهم وكذا لما بيرسلون طبعا على صيفيات والشتويات، مش بس الجنرالات، كله معظم السفرات تشتغل لعالية تشتغل لعالية القوم. ولكن فالقضية هنا فتذهب والهدايا، وطبعا الهدايا من ميزانيات السفارة اللي هي مؤهل للجالية، المفروض للمدارس، المفروض للعمل الدبلوماسي. سنأتي على الكثير من النقاط. حسني الرباط سأعطيك المجال بعد. حسني الرباط من إريتريا، تفضل يا سيدي. شكرا، احييك دكتور فيصل وضيفك الكرام، وكذلك الاخ الاستاذ يحيى من السويد. حبيت على السريع دكتور فيصل، اولا دولة خليجية تبرعت ب3 ملايين جنيه استرليني لحديقة حيوانات في بريطانيا، وكذلك دولة خليجية اخرى تبرعت اكثر من مرة ب500,000 لعلاج طفلة بريطانية، مع علما العلاج مجانا في بريطانيا. السفارة خليجية ما اريد اسميها، مكتوب في طلب في سفارة خليجية اخرى مكتوب في طلب الفيزا بتاعهم اذا تحمل جنسية اوروبية ايش جنسك الاصلي، هذا عنصرية. حتى الاوروبيين اللي اعطوك الجنسية لا يمكن يسألوك من اصل هذا، ممكن تتقاضيهم يعني. نقطة اخيرة بالنسبة للاخ الجزائري الاستاذ سفير سابقا قال مثلا انه هذول مرتزقة، انا كنت يعني جواز بلدي عشان احمله، السفارة بتاعنا بتطلب مننا فلوس كثير، هي اسوأ من قمة المرتزقات هي بلدي اللي تطلب منك يعني تدفع رسوم أكثر، وكأنها هي حكومة ولا جمعية خيرية بتطلب من مواطنيها اللي في الخارج تدفع، فهي قمة المرتزقة هي حكومة بلدي وليس الدول العربية. شكرا، أشكرك جزيل شكر. أبو البراء الخليدي بريطانيا، تفضل يا سيدي. أهلا، مساء الخير. يا هلا. أنا أريد أن أقول في البداية أن سفراؤنا العرب هم فقط سياح في الدول الغربية أو غيرها. سياح، حلو. أي نعم. فأقول ماذا فعلوا لنا نحن في أوروبا؟ ماذا فعلوا للسجناء؟ هل زاروهم؟ هل سووا أي شيء للطلاب أو مدارس أو مساجد؟ ماذا سووا للسجناء في كوبا؟ ما سووا أي شيء يذكر. أنا لا يوجد أي لا، أنا أقول مو مشكلة أنهم يسووا أي يعني مخابرات إلى آخر هذه الأشياء، بس بالمقابل أن يفعلوا لنا شيء مقابل هذا، فقط ما يأخذوا مننا ولا يعطونا. فأنا أريد أن أسأل السفير فخامة السفير هذا وأقول له بالله عليك ما هو عملكم كسفير للمواطنين؟ هذا السؤال. طيب تفضل سعادتي، اريد ان ترد على كل ما جاء. اول شيء ارجوك انه يعني تدافع عن السفراء رجاء، يعني لانه شايفك يعني هيك وهيك في بعض الاحيان سعادة السفير. هو قضيه في الحقيقه، ولكن لا يجد ما يدافع. انا بدي اعطي مثل هذا البرنامج الهام نوع من المصداقيه. يعني في اخذ وعطاء، في قضايا قد نتفق حولها وفي قضايا قد نختلف حولها. قضية أنا ألاحظ إلى أنه في تهميش بشكل أو بآخر للعمل الدبلوماسي، وركزنا وكما لو كان قضية ارتزاق، قضية حفلات، قضية جاسوسية. حقيقة هذه الفقرات، هذه العبارات مش موجودة في القاموس الدبلوماسي. لحظة، ترد على محمد عربي زيتون عندما قلت لك أنه كانوا يتجسسوا على أسفل المعارضة. أوضح لك. أنا في اعتقادي، وأنا كما قلت أتحدث عن السفير المحترف، السفير المحترف هو ذلك الإنسان الذي يدافع عن مواطن بلده سواء كان في السلطة أو في المعارضة. حلو. مثله مثل رئيس الجمهورية، لأنه أيضا يمثل رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية في الوطن العربي عندما ينتخب، إذا انتخب يفترض أن يمثل أولئك الذي في السلطة وأولئك الذي في المعارضة، وينتهي دوره. هذه البلدان التي تحترم نفسها، ويفترض أن يفترض أن نعممها في المنطقة العربية. إذن السفير الجو الفرنسي، وهذا شيء جميل، لكن للأسف ليس هذا الجو، ليس الجو العربي. السفير السفير الجيد، لكن ليس هذا الوضع. السفير الجيد هو ذلك الذي يفتح أبواب السفارة. أنا لا أسألك لكل المواطنين، أنا لا أسألك عن كيف تقيم لي السفير الجيد.
كل واحد ممكن يقيم لنا السفير الجيد ونحن كلنا بنحب نكون، بس انا عم بسالك عن السفراء العرب هل هم جيدون؟ السفراء العرب انا اقول انه لا يوجد سفير عربي جيد ان يقفل ابواب السفاره في وجه المواطن العربي. هناك سفراء وسفراء انا اعرفهم شخصيا من خيره الناس.